بابا. ها؟ ابن حلال، لسه حالا كنا جايبين في سيرتك. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مين الحيوان ده؟ شفت؟ اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه، ان حضرتك تفهمني غلط. حضرتك انا كنت مركب لها الحلقه حواجبها. بابا من فضلك مفيش حاجه حصلت تستاهل. اسكت انت يا انجي، اسكت انت، مالكيش دخل. الندل ده هو اللي غواكي ولو شرفي. والله ما في نقطه ميه ترتشت على شرف سعادتك، انا لسه عارفها النهارده الصبح، يعني ما حصلش حاجه. وانا هستنى لما يحصل. أيوة. تعالى هنا اهو. ايه اللي دخلك اوضه بنتي يا حيوان يا واطي يا حطير؟ وسافل كمان عذرك. انا غلطتي ان انا سالتها واحنا طالعين، يعني ماما نظامها ايه؟ قالت لي عادي. اه ماما عادي. طبعا عادي، ما هو الحق مش عليكي، الحق على اللي ربيتك ربايه سبور. اتفضلي يا هانم، شوفي التربيه السبور اللي ربيتيها لبنتك. كفايه بقى فضايح، مش ممكن. ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ تخلف ومع صاحبها ليه ان شاء الله عايشين في امريكا. على فكره واضح ان هما مش متفاهمين خالص يا انش. ايه يا بابا؟ بس يوني زميلي في الجامعه عزمته على الحفله، فيها ايه دي؟ اتفضلي يا هانم، بقى دي اشكال تصاحب بنتك؟ ولا بعرف قصادك، ما انا واقف اهو. احنا اللي اشكال برضو. نسيت ام ميمي؟ ام ميمي؟ مين ام ميمي دي؟ دي الخدامة بتاعتنا. خدامة؟ ده انت طلعت لازم تهدلها فينا وعمل خش علينا. ام ميمي ده انا كويس اني عايش معاكي. ام ميمي ما تفعيش. ايه انت بتقوله؟ بقول لك ايه؟ انا هجيب لكم ظابط. ابعدي عشتي عشتي مني يا شيخة. انتوا ايه؟ ارحموني بقى، فضحتوني قدام زمايلي. انتوا مش هتبطلوا بقى ليه كده؟ يا فندم يا محترم، انت ما عرفتش تربي ابنك. الحقيقه يا فندم، ابنك من لحظه دخوله الجامعه وهو مثير للمشاكل. ولما انتوا مش عارفين تربوه بتعلموه ليه؟ بنعلمه من باب الاحتياط. اللي تعلموه ليه وش يخرس؟ انت عملت ايه؟ يا فندم احنا مش عاوزين نكبر الموضوع قوي، ويا ريتني فاهم بهدوء. تاني هتقول لي هدوء؟ يبقى شوف ابنك اللي ما ترباش. يا فندم انت عصبي ليه؟ اللي انكسر يتصلح. هو ايه اللي انكسر يا بني ادم انت؟ انا بنتي اشرف مش شرف. اما الفلق دماغنا ليه من الصبح وقرفنا يا عم انت؟ ما انت سكت من الصبح. الظاهر ان الكلام الودي مش هيجيب معاكم نتيجه. انا رايح الاسم وهعمل مذكره عدم تعرض. اسم؟ راح تعمل ايه في الاسم يا هندسه؟ حد يفضح بنته وسط الصلاه والمخبرين؟ انا ماناش رايح الاسم. الحمد لله. انا رايح لوزير الداخليه. استنى استنى، سمعت رايح لمين؟ اهدى سعادتك، اهدى اهدى ارجوك. انا مستعد امضي لك تعهد على نفسي ان الولد ده مش هيتعرض لبنتك ابدا. اتفضل. لا اتفضل. اتفضل يا فندم. بتقول دخلت اوضتها؟ انا كنت بفكر زي حضرتك في الاول يا فندم، لحد ما عرفت البنت على حقيقتها، دي طلعت بنت طيبه وغلبانه. يا حبيبي ما تقولي ان قلبها قلب خصايا. عرفت منين يا فندم؟ بتقول ايه انت يا فندم؟ دي بنت ضحيه، تخيل ابوها بيخون امها مع موميمي. مين؟ موميمي. ياكش تولع هي وموميمي في لحظه واحده. ده ابوها راجل غبي، طلعت ارباعه لسان ولسان زفر كمان. شفت؟ ما قدرتش حضرتك تستحمله ربع ساعه، تعمل ايه البنت بقى اللي عايشه معاني؟ ضحيه. بلاش كلام فارغ. انت راجلش وراي ليه؟ انا وراك. ها؟ انا وراك يا فندم. انت نسيت انت جاي هنا ليه؟ يا فندم انا كنت هعرف خلاص بيجيب الطوابع دي منين؟ ليه ابوها دخل؟ احمد ربنا ان الراجل دخل في الوقت المناسب، بدل ما كانت تعمل لك قضيه اثبات نسب. نسب؟ هاي بيسو. يلا يا وطي يا دواقته. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دول؟ ايه دول؟ دول زمايلي. زمايلي يا فندم. اه. نسب ايه بس يا فندم؟ احنا ما فيش بينا الا كل خير. ركز في شغلك، الراجل كان رايح يقابل وزير الداخليه، فاهم؟ فاهم فاهم يا فندم. النهارده العيال هيتجمعوا فقر ويضربوا فيه مخدرات. انا عندي احساس ان النهارده همسك خيط مهم في القضيه يا فندم. ياك تتكعبل فيه وتتكسر رقبتك. ما ده ايه ده بقى خاله؟ انا مش خالك يا اخي. ايوه صح، انت قريب اختي، انا قريب اختك، قريبك انت. قريب. امشي امشي، ده هيشلني يا خال. بس من فضلك.
فين هو؟ داخل واحد صاحبي جوه. طب ايه باب المحفظه يا ياض؟ انا شيلش محافظ. طب ايه العجاز ما وسعت القبايه؟ انتوا بقى عليكم عاملين دماغ واسخه، بس سمعت سوق فيها يا ياض، انت بتكلم ظابط. بقول لك ايه؟ انا بقى وزير الداخليه. تبان عليك هتبوظ الدماغ اللي احنا عاملينها. اقلب المحفظه لحسن غزك. ايه ده؟ انت معاه معاه ماتو بجد؟ ايه ده ظابط بجد؟ انا الله ينور يا سعاده الباشا. انا هعترف لك يا باشا، اتفضل. ادي المخدرات اللي كنت بحطها في دواليب العيال، هي دي الحاجات اللي كنت بسرقها منها. مبادئ اداره اعمال، مقدمه في علم الاحصاء. ايه يا بنت، ده حرامية مثقفه؟ فين المخدرات برضو يا باشا؟ كتر خيرك، انا كنت بذاكر فيهم. بذاكر فيهم؟ نبي انت شكلك لبط وهتتعبيني معاك يا اول. طب عشان تصدق، ادي الكارنيه بتاعي، انا في كليه تجاره. الكارنيه ده مضروب. الله يسامحك يا باشا، انا بشتبك باهلك. بقولك الكارنيه مضروب، مالك؟ حضرتك عارف ان اقل كتاب من دول يجيب 50-60 جنيه، وانا هجيب منين يعني؟ بقولك ايه، انت هتقعدي تقولي لامي تعبانه وبجري على اخواتي، ما تجيبي من الاخر يا بت. يا باشا كل الحكايه ان انا بنت عندها طموح وبجري على اخواتي، تفتكر لازم تقبض عليا عشان عندي طموح يا باشا؟ طيب خلاص خلاص يا باشا، والله العظيم انا ما اقدر اجيب سيره لحد، انا مش قد حضرتك. بص يا باشا، انا هساعدك بس مش عشان خايفه منك ولا عشان عايزه منك حاجه، انا هساعدك لان ده الصح. العيال ولاد الاغنياء دول اصلهم مش مقدرين النعمه اللي هم فيها، اللي غيرهم بيحلم بربعها. في حد شوعي في عليكم يا بت؟ اكلمها على الجامعه والمخدرات اللي فيها، تقول لي محاضره في الحقد الطبقي. بقول لك يا بت، انا مش عايز لماضه، من بكره تفتحي عينيكي في الجامعه، دبه النمله توصلني. ربنا يسهل يا باشا. خد يا بت، تعالي هنا. معاك فلوس؟ مستوره والحمد لله. طب هاتي 10 جنيه. بهزر معاك. خدي دول. برضه حضرتك مصمم تضايقني؟